ليبدي ملاحظاته حول هذا البحث وكيف تابع مسيرة هذا البحث مع الأخ محمد. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشكر الأخ الطالب محمد على هذا العرض الموفق، وكما رأيتم يعني جاءت هذه الرسالة لتعالج موضوعا هاما وشائكا نحتاجه في واقعنا المعاصر اليوم، بعد أن كثرت النوايا والقصد ونظرا لتقدم العلوم البيولوجية وتطور المكتشفات الطبية الحديثة، فقد ظهرت في الآونة الأخيرة وسيلة فقهية جديدة في مجال الطب، وحيث بدأت معالم هذه القضية تتضح والمفاهيم تتحدد، وبدأت في العالم الإسلامي والمجامع الفقهية تناقش هذه القضية الحيوية باجتماعات مطولة مشتركة بين الأطباء والفقهاء، وبينوا موقفهم الفقهي من هذه القضية، وقد ناقشها الأخ محمد يعني كان موفقا من خلال دراسته إجارة الأرحام والأثار المترتبة عليها، فقد وفق بامتياز في دراسة ومناقشة آراء من درسوا هذه القضية. والفريد من نوعه في هذه الدراسة أنه لم يقتصر على ما قاله المسلمون، ولكن ناقش أشياء مهمة جدا وهي الأخلاق الطبية والتي نحتاجها في هذا الوقت. وقد أشار لأن هناك مبادئ أخلاقية الطب متفق عليها بين المسلمين وبين الغرب، وهو كما هو معروف مبدأ الداث، رفع الضرر، مبدأ المنفعة، ومبدأ العدالة. وقد أشار إلى هذه وقد أقر الغرب هذه المبادئ الأربعة والتي تضمنتها نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها. وقد أشار إلى هذا الكاتب إينهارت في كتابه The Foundation of Bioethics الذي طبع في نيويورك في سنة 1996، وكذلك الكاتب بيوشون and Childress في كتابهما Principles of Bioethics الذي طبع في 2001 في أوكسفورد. يعني في الحقيقة وفق الطالب للجمع بين يعني ما قاله المسلمون وما قاله الغربيين في هذه المسألة، خصوصا في مسألة الأخلاق الطبية. ومن الأشياء التي تقدم بها الطالب وكان كذلك موفقا فيها، وأرجو من الجامعة أن تأخذ بهذه التوصية، هو إدراج، وهذا شيء مهم جدا، إدراج الأخلاق الطبية ضمن المناهج الدراسية كمادة مستقلة، خصوصا في مادة يعني الروحانيات وهذه الأشياء، أو مادة بايو إيثيك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشكر أخي وزميلي عبد الصمد على هذه الملاحظات، وكان الأخ عبد الصمد متابعا أيضا في هذا البحث وأفاد بنصائحه وتوجيهاته. وألتفت إلى أخي وزميلي الدكتور سفيان ليبدي رأيه في هذا البحث، وألتمس من الطالب أن يتسع صدره بالملاحظات، لأن كل ملاحظة أو كل نقد هو للبناء وهو للارتقاء بهذا العمل إن شاء الله إلى المستوى المشرف لك أنت ولهذه الجامعة. فتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قبل أن أبدأ أريد أن أشكر الطالب على هذه الجهود القيمة في كتابة هذه الرسالة، فأنا أقدر
هذه جدا الحمد لله هذه يعني جهود قيمة جدا أن جئت بعنوان جديد يعني بالنسبة إلى العناوين رسالة سواء كانت دكتوراه أو ماجستير. هذه رسالة تعتبر يعني جديدة. وما ذلك أنا عندي بعض الملاحظات البناءة يعني كونستركتيف. أولا من ناحية المنهج وثانيا من ناحية المضمون يعني منهجية ومضمونية. من ناحية المنهج قبل أن نبدأ الآيات القرآنية اللي كتبتها في الصفحة الأولى سورة الشورى هذه آية ثانية أو آية واحدة في الصفحة في البداية الشورى أيوة آية ثانية أو آية واحدة أنا شفت هنا آية واحدة أنا اللي فهمت ما أدري يعني يعني إذا حطيت إشارة فقط على أساس يعني هنا مكتوب شورى آية 50 50 ولا 49 و 50 أو 50 فقط ورش أنا قصدي أنا ماني يعني بفيش ما أتقن الورش لذلك فرق بين الورش وبين الحفص طيب الحفص هذا يعني 49 و 50 طيب أولا قبل أن نبدأ أريد أن أبدأ من ناحية المنهج مثلا أنت قلت هنا كتبت هذا البحث يعني في ثلاثة مناهج يعني المنهج الاستقرائي والمنهج اسمه التاريخي وكذلك المنهج الوصفي التحليلي فأنا لم أرى هناك يعني هذه المناهج في رسالتك مثلا إلا يعني منهجا واحدا فقط هل يمكن تعطيني مثلا مثالا في المنهج الاستقرائي مثلا معناه الاستقرائي معناه إن في هولندا يقول إندكتيف يعني أقصد تتبع اسمه الجزئي الكلي أنا هنا أين هل موجود هذا؟ أنا هنا أقصد المنهج الاستقرائي وهو تتبع المجامع الفقهية وتتبع الفتاوى وتتبع الندوات الفقهية هذا ما أقصده لا أقصد المنهج الاستقرائي يعني منهج الشاطبي الفقهية لا, لا لا أقصد منهج الشاطبي في الاستقراء وإنما أقصد أنني أتتبع الدوريات والندوات والمجامع الفقهية هكذا أقصد نعم طيب انا رجعت الى الجامع الفقهيه ايوه والندوات الندوات الطبيه والمؤتمرات طيب. يعني كل ما قيل في هذا الموضوع طيب المنهج الوصفي نعم. ماذا تقصد لان انت يعني ما تحدثت ماذا تقصد بهذه المناهج كلها انا اتحدث عن المنهج الوصفي ايوه وهو ان عندما اتحدث عن قضيه ما ايوه أول وقبل كل شيء لا أدخل إليها إلا بعد أن أصورها تصوير أيوة. تصوير قضية لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره جميل ثم والتاريخي. بعد تصور نعم عفوا لا عندي كلام أيوة أيوة نختصر أو لا خلاص صافي التاريخي إذا ماذا تقصد بالتاريخ والمثال يعني التاريخي أقصد به بأن أنا هذه الظاهرة قبل أن أكتبها بحثت أين بدأت طيب أين بدأت هذه الظاهرة؟ أيوة جميل. مثلاً لويزا أول طفل بلغو في بريطانيا مثلاً. أيوة. أمريكا ثم أستراليا. جميل. خلاص. فهمت. طيب الآن سوف أبدأ بال يعني أنت كباحث أحياناً أنت عندك هناك أربع اصطلاحات أحياناً تقول في رسالتك يعني اعتمد الباحث مثلاً. نعم. وأحياناً يعني يعني تتحدث بكلمة مثلا حاولت هذه الرسالة طيب يعني وأحيانا لحظة أنست نفسك مثلا في واجهة الباحث يعني أنا يعني من باب التواضع أنا معكم أنتم كأساتذة لا أنت لا تقول يعني لا التزام كونسيستين يعني إما دائما تكتب تقول مثلا باحث مثلا أنا رأيته في كذا صفحات يعني كتبت بكلمة باحث مثلا في 111 صفحة 111 وهي أن تقول أن يعني حاولت هذه الرسالة إما أن تقول مثلا يعني الباحث أو إما الكاتب أو أنا سأجيب أيوة هذا أيوة. يعني هذا يعني أنا لا أريد أن أركز عن أسلوب واحد ولكن أغير الأساليب
طيب اذا لابد ان تذكر هذا هو المنهج، يعني انا اقصد يعني منهج لابد ان يكون واضحا. طيب يا هل يعني في فرق وسلم؟ لان في فرق مثلا انت واحد لما يقول مثلا نحن او انا، يعني ضمير غائب وضمير غائب وضمير، لكن انا اتهرب من نحن ولا استعمل يعني كلمه الباحث لا اخرى. طيب جميل. طيب الان في منهج، في مثلا منهج البحث مثلا في قضيتي او في مساله كتابه المراجع مثلا، نعم. انت ذهبت الى كتاب محمد دكتور احمد الباري، هذا طبيب معروف في السعوديه، انا اعرفه علي الباري، علي الباري. لكن هو من متى أتى مذهبا مالكيا حتى كتبت يعني كتابه كمصدر من المصادر المذهب المالكي هنا؟ نعم. هو حنا هو حنبلي المذهب، مش يعني مالكي المذهب. لا انت رجعت، لا لحظه يا شيخ، في صفحه 165 انا سوف شوف اولا حتى لا مفروض اذا كان يعني الكلام يتعلق باراء الفقهاء 65 ايوه مذاهب الفقهيه لابد ان تبدا الى مصادرهم الاصليه، لا تاخذ لا استاذنا، انا طريقتي انا لم ارتب المصادر وحدها والمراجع وحدها، ولكن ذهبت على طريق كتب تحدثوا عليها وحدها. لا الكتب المعاصره لا تعتبر يعني مرجعا فقهيا. انا سيرت على طريق الابجديه الالفابائيه. لا مش قضيه الترتيب، انما قضيه المرجع مثلا. نعم. انت كتبت هنا بان يعني ذهب على حسب راي المذهب المالكي كذا. نعم. وكذا يعني، وبعدين كتبت هنا مثلا الدكتور الباري في علي البار. ايوه في مذهب المالكي انت كتبت كتابه كمرجع مثلا، يعني في الهامش في فوتنوت. لا ينبغي ان تكتب مثلا كتاب المعاصر كمرجع في المراجع الفقهيه القديمه. الاصل وحدها مراجع وحدها. ايوه لكن انت كتبت هنا يعني على حسب راي المذهب المالكي. اريد استاذنا اوي هذا في صفحه 165 ايوه هذا. أنا الآن بدأت بالمنهج يا شيخ، وجدت الباري، شوف أحمد الباري 165 ولا أيوة أحمد الباري. أيوة 65 تحت هناك البنوك الطبية البشرية. نعم. إسماعيل، وثم نقلا عن كتاب أخلاقيات التلقيح الاصطناعي الباري صفة كذا. هذا وبعدين فوق انت كتبت من فوق هنا ان شوف يا حبيبي عند المالكية شوف، فحينئذ تؤخذ في بداية عملية التلقيح وبالتحديد، وثم كتبت هناك رقم 2 تحت احمد الباري نقلا، يعني انت نقلت مرتين نقلا ونقلا. كم سطر؟ 165 كم سطر؟ نعم في الفقرة في الثانية، الفقرة في الفقرة الثانية. تقصد يعني تعريف الجانب؟ تعريف الجانب؟ لا انت قلت ان مرجع هنا عند المالكيه، المفروض ترجع الى الكتب المالكيه، ما ترجع الى الكتب الطبيه، لانهم اخذوا من الكتب المالكيه امهات الكتب. يا شيخ محمد خلاص الان شوف ايضا يعني ابقى في المنهج، يعني في قضيه كتابه المراجع انت بدات بالابجديه، ولكن بالابجديه هذه سوف تسبب المشكله، لان انت شكلت بين الكتب المعاصره وامهات الكتب مثلا. صحيح. وكذلك عاده في كتابه رسائل الماجستير والدكتوراه مثلا لابد ان تبدا بالكتب الحنفيه وثم المالكيه وثم الشافعيه وثم الحنفيه، لكن الان هنا انت ادخلت مثلا كتب حقت المعاصرين وثم كتب الطبيه وثم تاتي بالبحر الرائف وبالكتب الشافعيه. انا يعني طريقتي التي سيرت عليها وهو السير على طريق الابجديه، لا يهم لي كونه مصدرا او كونه اصليا، انا ما رايت الى ذلك. ما ذكرت في المنهج، لو ذكرت في المنهج لا يعني لما ذكرت هذه لسألت. نعم ايوه لابد اذا تريد انت شوف انت لك حق ان تتكلم، انا دائما اقول لا تتعبد بها المناهج الموجوده، لكن لابد ان تذكر. لا انا انت ما ذكرت. انا ما طيب. انا خلاص طريقه اخرى. صافي لحظه يا شيخ. انت قلت في بحثك ما شاء الله يعني جزاك الله خيرا،
أن هناك مثلا صعوبات في المنهج كمان، يعني صعوبات في إيجاد الكتب المرادي مثلا. مثلا أنت ساكن هنا في أوروبا وبعدين تقول لي ما في هناك الكتب، يعني مكتبات، لكن مكتب ليدن أكبر من المكتبات الإسلامية إطلاقا، حتى من المغرب أيضا توجد هناك في مكتبة ليدن، لكن الكتب معاصرة أقصد يا أستاذ، أقصد الكتب المعاصرة، حتى الكتب المعاصرة كمان في ليدن كل شيء، يعني من يعني من من, من أكثر الكتب يعني الحديثة، حتى الحديثة. هذا مش صحيح يا شيخ، انت يعني ما ادري انت ماذا تقصد انت استاذ، ساشكل المسافه بعيده، اقصد الى ليدن كتبه قريبه. لا ليدن هنا في ولا لا. طيب انت وصلت الى النتيجه يا شيخ محمد، انا الان ادخل في المضمون، عفوا يا رئيس الجلسه اسمح لي، جمهور الفقهاء المعاصرين برضو أنا رأيت هناك مشكلة، مثلا مشكلة المصادر، أنت ذكرت الجمهور ولكن ما ذكرت مراجع حقة الجمهور، يعني كأن يعني هل هذا سوف يؤتي انتباه أنك يعني ما رجعت رغم أنك رجعت قلت لي يعني أصحاب السنة؟ هنا مثلا في صف 100 في 96 مثلا أستاذ ذهب جمهور الفقهاء المواصلين مثلا، لكن من اين جبت هذه الافكار؟ انا شغال يعني انا الى قصد ذهب الجمهور، اقصد بان هناك فريق اخر اقل منه. لا انا فهمت كلمه الجمهور يا شيخ، انا فاهم، لكن من اين اخذت هذا الكلام؟ حتى يعني سميت المطلوب الاول جمهورا، المطلوب الاول تقصد؟ حين في الفقرة الأخيرة الثانية من تحت، الاتجاه الأول ذهب جمهور الفقهاء، أيوة، وثم الاتجاه الثاني الأزهريين، من الأزهريين. طيب من أين المصدر؟ أنت ما ذكرت هنا المصدر مثلا من أين، يعني هذا يؤتي انتباه بأنك ما رجعت. أنا يعني واثق أنك يعني رجعت يا شيخ محمد، خلاص. طيب والنقطة الثانية أيضا، لا لا داعي، خلاص سجل هذا وبعدين أنت أكتب وبعدين حتى أنا أختصر الوقت. شوف هناك في الإتيك، الأخلاق تسمى إتيك، لكن إتيك لا تعاقب، الذي خالف الإتيك أخلاق لا توجد هناك عقوبات يعني مادية، القاضي ليس له حق أن يتدخل في أو ريختر في مخالفات الأخلاقية، هذا يعني عندنا عقوبة المخالفات الأخلاقية هي نوع من مثلا تقبيح أو إهانة مثلا من المجتمع، ولكن القاضي لا يتدخل مثلا. حتى مثلا أنت ذكرت هنا بأن هناك يعني ميزات الأخلاق الإسلامية مثلا العدل والرفع الضرر، هذه مش فقط يعني في استئجار الحرب، حتى في أحد. أما إذا يعني لا، إذا أتيت بميزات معينة لابد أن تأتي ميزات يعني جامعة ومانعة، لكن أنا رأيت الآن أنت يمكن تتكلم بمثلا العدل ريك فارد خيس، هذا يمكن تطبقه في صحيح، في الديمقراطية وفي السياسية وفي الفقه وفي الأصول وفي كل شيء، لكن ما ايش اللي جابك يا شيخ محمد هنا بادخال هذه القواعد الفقهيه، خاصه القواعد الفقهيه الكبرى الخمسه؟ نعم الضرر استاذنا، ايوه نحن في الشريعه الاسلاميه، ايوه لا نحتاج الى كل دليل بالتفصيل، هذا يعني غير موجود في الشريعه الاسلاميه، ليست كل حاله الا ولها دليل خاص، ولكن نحن احيانا نستدل بالعموم، نستدعي القواعد الاصوليه، لا هذا نستدعي القواعد العلمية غير مقبول، هذا البحث العلمي. لا اسمع يا شيخ محمد، لا في البحوث العلميه لا بد بدليل، انت نحن الان في باب في مجال يعني بحث ومناقشه رساله علميه، مش يعني مناقشه عامه مثلا في الشارع في المقهى. لكن شوف انا رايت مثلا ما هو السبب مثلا بادخال هذه الامور مثلا، لا حتى يعني حتى يمكن هذا ما يسمونه يعني مثل سلوت انجلش سلوت، يعني انت تطبقون هذه الايات وبعدين ما جبت. انا كم مره قلت للاخوه للطلبه انه اذا اي واحد ياتي بايه كدليل لابد ان ياتي بوجه الاستدلال،
مثلا هذا مثلا لا تركوا أيديكم إلى التحلقة، هذه كلمة أما لم يستخدمونها أو سد الذرائع، لكن كيف تفسر حتى يفهم الناس بأن المقصود بهذا سد الذرائع يعني فعلا يعني لها له علاقة بهذه القضية حتى تستطيع أن تحرم. أنت حرمت الآن، عندك الآن 5 أنواع، 3 محرم ولا لا؟ إلا واحد فقط الحلال. طيب المجمع الفقهي في المغرب أيضا حرم إذا تدخل هناك شخص آخر الثالث. أنا في رأيي هذا هو. الآن أنت تريد يعني ماذا أتيت هنا؟ أنت أتيت بنفس التوصيات حق اسمه مجمع الفقهي المغربي. نفس الشيء. ماذا أتيت يا شيخ محمد هنا؟ أنت جبت شيء جديد هنا؟ لا، أنا أريد أن أستدل على أن ما توصلت إليه من الأرحام محرمة، والأدلة أتيت بها كثيرة، قواعد فقهية. هذا مولك لا، ما عندك دليل إلا يعني لا تلقوا إليكم للتحلق أو سد الذرائع، ولكن كيف تفسر هذه القواعد الفقهية؟ أنا لم أرى هنا كيف يعني وجه الاستدلال. أنت أنا شفت مناقشة جيدة يعني قيمة، ولكن أنا يعني تنقصني نقطة واحدة هي يعني في بيان وجه الاستدلال. كيف تستدل بآية لا تلقوا إليكم إلى التحلقة وسد الذرائع؟ يعني لكن أنا لم أرى هنا، أنا قرأت بحث ما شاء الله يعني. هل يعني أنت قلت بأن المنفعة لا تسلو أن تكون إلة حسب ما نسأل الأصوليون؟ طيب المجدون وبين المانئين، طيب ما هو دليلهم؟ هنا مكتوب لا تلقوا بيدكم إلى التحلقة، 3 أنا سورة البقرة أوكي، لكن كيف يعني يعني كيف أفهم بأن كيف تستنبط من هذه الآية؟ بس حسنا مسحة 103 مثلا، هذا على سبيل المثال مثلا. لكن استاذنا هاتي يعني بالأدلة والقواعد لأنطلق منها إلى الجواز أو الحرمة. لا ليس كل دليل كل حالة حلال إلا ولهذا الخاص، هذا غير موجود. ما ما ما, ما, ما نختلف. أنا عندما أقول الأرحم مثلا هذا حرام، أنظر إلى العموم. لأن عندنا نحن في الفقه لا بد من مراعاة المآلات، مراعاة مقاصد الشريعة، هذا أمر واجب أن ننتبه له. المحاذير، إن الأمر حرام إما لذاته وإما أن يكون حرام لوصفه. ليس لذاته لوصفه، نعم، لأوصافه ولمحتوياته وللمقاصد الشرعية. طيب جميل، شوف يا حبيبي، اسمع يا شيخ، أنا أقول لك بناء على هذه الاحتمالات المتوقعة صحيح، ما هو متحقق وثابت نرجح القول بتحريم إزالة الأرحام إرهام باعتبار المال وعملا بقاعدة سد الذرائع. أيوة، كيف أمر كيف يعني طبقت هذه النظرية؟ أستاذ أنا سأفسر، ما هو السبب أو إلة التحريم؟ أعطيني فرصة أفسر لك. أيوة، نحن عندما نقول الأرحام المؤجرة حرام ننظر إلى المحاذير. أيوة، ننظر إلى المآلات. أيوة، ننظر إلى كل ما يحيط بالرحم المؤجر. ايوه، تعطي امثله. انا فهمت هذا الشيء. لا اسمع، قبل ان تبدا في التحريم لابد ان تاتي بدليل بالايات يعني صريحه منطوقه بان هذا حرام. مثلا كلمه كيف نحارب مثلا في القران، يعني ياتي بكلمه تحريم لحظه او ياتي يعني بلام المضارع بلام ناهي مثلا لا تقرب الزنا مثلا، او ياتي بكلمه شر مثلا هو شر القران، أو يأتي مثلا هذا مثلا في لعنة مثلا لعنة الله أو مثلا. الآن كيف يعني جبت بأن استنتجت بأن هذا حرام من أين؟ أقول كيف وصلت؟ نعم، كيف وصلت؟ نحن ننظر إلى الرحم المؤجر من عدة وجوه. أيوه، الوجه الأول أن هذا الولد الذي سيولد من الرحم المؤجر مآله كيف يكون؟ أيوه، ننظر كذلك إلى هذه المرأة أنها تصبغ بصبغة ماذا؟ أمومة، وهي مزبارة مثلا. أيوه، إذا هذه الأشياء تعطينا على أن إذا طيب. وكذلك تؤدي إلى اختلاط الأجزاء. أنا قرأت نعم. اسمع الأخير يا شيخ، شوف أنت قلت هنا الفتوى، شوف رقم 97، شوف يا شيخ محمد. نعم 97. أيوه نعم. افتح لو سمحت يا شيخ، الله يفتح عليك. نعم طيب،
انا لاحظت لا فرق بين الراي الذي يقول مثلا حرام او غير حرام، لان انت قلت فتوى تبيح جواز تاجير الارحام ما اشتراطه بعض الضوابط، هذا الاشتراط يعني منعدمه اذا مثلا قرنت بالراي القائل انه يعني منعوا وثم الذين ايضا اباحوا تقريبا نفس الشيء، يقول لك هنا ان تكون المضغه المخلقه من زوجين الشريعه هي نفس الشيء، اذا كان غير الشريعه هم ايضا ما اباحوا حرموا، اذا ايش الفرق بين الذين اباحوا والذين منعوا؟ ما في سؤال الذين قالوا هذا لا شوف 97 حق شو اسلم نعم وأمر العلماء الشرعيون المعاصرون أيوة. الذين اختاروا القول بالجواز فمنهم أيوة. مجموعة من أيوة. الأستاذ دكتور عبد المعطي ديوبيا أيوة. هذه الشروط الأربعة نعم. إذا توفرت الشروط نعم. أصبحت يعني حلال يعني أصبح حلال نعم. يعني لكن الأمانية أصبحت حلال نعم. نعم. لكن هؤلاء عبد المعطي ديوبيا الصبور شاهد يقولون بأن الرحم المؤجر حلال لكن أيوة. الآن سنسألهم هل هذا يعد زنا او لا يعد زنا؟ ايوه هنا سنقف ايوه هل الرحم المؤجر هل هذه المراه تعد زانيه؟ أيوه. وهل لا. الرجل يعد زاني ام لا؟ لكن في الفقه الجنائي القياس لا تطبق يا شيخ، لا القياس غير يعني لا تطبق القياس انا الاخي في يعني في 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 عقوبات الزنا. زنا زنا ايوه لذلك الناس يقولون مثلا زنا تفرق بين زنا يعني حرفيه ولغويه مثلا زنا استاذ ايوه هذا لا يعتبر زنا لا يؤقص استاذ اذا اردنا ان نتحدث عن هذه المساله من منظور جنائي ماذا نقول؟ ايوه نقول اولا علينا ان نحدد مفهوم الزنا ما هو ايوه عندما نحدد مفهوم الزنا ما هو؟ الزنا هو عباره عن علاج رأس العضو التناسلي في امرأة آدمية أيوة. من غير نكاح نعم. شبهة أيوة. بقصد الاستمتاع أيوة. هذا هو الزنا أيوة. طبعا بأن هذا لا يعد زنا مع العلاج مع الشهوة أيوة. هذا لا يعد حق ولكن أيوة. إذا نظرنا الفقه الجنائي نقول بأن الفقه الجنائي يعني إما أن يكون قصاصا وإما أن يكون تعزيرا وإما أن يكون حدود الفقه الجنائي إذا أردنا ندخل في الفقه الجنائي أيوة. نجده يتمثل في ثلاثة أشياء إما أن يكون قصاص القصص فيه مثلا الوقت لا العقل. أنا ما أتكلم عن اسمه عن الآثار عقوبات يعني كذلك لا إيش الفرق أنت شوف على حسب الصفحات أو الكلمات نعم. اللي أنت كتبتها هنا نعم أنا رأيت أن يعني أن الرأيين نعم. يعني متساويين لا فرق بين لماذا لأن توفير الشروط المطلوبة هنا يعني منعدمة معناه يعني هي يعني هو حرام مش يعني مباح لا فرق بين الإباحة و الذين قالوا بالجواز قالوا بأن هذا يقاس على ذلك لكن رسالتك تتعلق ب يعني الحرام هنا لأن إيجار نعم استئجار الأرحام نعم من امرأة أجنبية نعم أو ضارة نعم هذه القضية نعم صحيح إذا كيف يعني اللي ما انا اعطيتك بين من يقولون بالجواز يقولون بالقياس لكن القياس هنا لا يجوز القياس هنا لا يجوز القياس طيب اذا لكن انت نحن عندما نقول انت قلت لا يجوز لكن ترجحتها لا 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 يجوز القياس انا لا يجوز القياس أيوة. ما رجحته لا. لماذا لان القياس مع وجود الفارق هنا ايوه القياس مع وجود الفارق لا يجوز من اهم الفوارق ايوه وهو ان البويضه توجد داخل الرحم ايوه وان الرضيع هو حي كائن على وجه الارض ايوه اذا هذا قياس مع وجود الفارق لا يجوز عندنا نحن كذلك اذا اردنا ان نعمق اكثر نقول بان ما هو الجامع العله الجامعه بين المقيس والمقيس يعني إن انت مع المانعين ولا مع يعني انت او يعني انت كيف رايك الحرام ولا انا اقول بالحرام بالحرام نعم لماذا انا القياس موجود فرق لا يجوز ثم كذلك انا قلت لك الان حاليا وهو ان الاصل في الاجاره ايوه الجواز لكن الاصل في الرحيم الحرمه ايوه وان الاجاره عباره عن
منفعة استثنائية والقياس على المنافع الاستثناء لا يجوز. إذا توفر فعل الأصول. نعم طيب خلاص. إذا توفر فعل الأصول لا يجوز فعل الأصول. جزاك الله خيرا، أنا أشكرك على هذه. حق الله فيك. أنا أريد ال. شكرا. لكن عرفت. بارك الله فيك دكتور سفيان على هذه الملاحظات القيمة، وأشكر كذلك للطالب. يعني المقصد والهدف من هذه البحوث هو تدريب الطالب على أن يكون باحثا مستقل، وأن يتبع الحجة، وأن يتبع الدليل في ما يبحثه. ما يهمنا هو أن يكون الطالب مؤهلا للبحث في القضايا التي يتوجه إليها. ولا شك أن في القضايا الفقهية وفي القضايا وفي لا سيما في المجال علم الأخلاق أو الأخلاق الطبية، في الأخلاق الطبية هناك جدل، لأن كما قال ليس هناك عقوبات ولكن هناك جدل، لأن كل واحد يختار بناء على مبدأ أخلاقي معين، وهذه الاختيارات لها نتائج، والذي يختار يعني ربما قد ينتقل الأخ محمد إن شاء الله في المرحلة المقبلة إلى التوسع أكثر في هذا الموضوع، أو أن يتعمق أكثر في هذا المجال حتى يكون إن شاء الله متخصصا في هذه الأخلاق الطبية. والإشكاليات حقيقة الموجودة الآن هي كثيرة، لأنه كما تعلمون الآن المستجدات يعني لا تفرق بين المسلم وغير المسلم. نحن نعيش هنا في الغرب ونخضع في كثير من هذه المستجدات لما هو موجود هنا، ويعني الاحتكاك اليومي بالمجال الطبي يطلعنا على أن هناك إشكاليات. نحن كمسلمين من المسلم لدينا بأن ما يسمى بالقتل الرحيم أو الإوتانازي يعني محرم، ولكن إذا أنت نزلت إلى الواقع واشتغلت في المستشفيات ستجد أناس المسلمين أحيانا يلجؤون إلى هذا. فما هو الحكم؟ كيف ستتعامل مع هذه إذا أراد المريض الذي لا يتحمل هذه الآلام إذا أراد أن يطلب مثلا إيقاف العلاج، فما هو الموقف؟ فإذا سئل الأخ وهو يشتغل فما هو موقفك في هذه الحالة؟ يعني أحيل الآن الكلمة إلى الأخ الدكتور نديم بهجت قبلي ليدلي برأيه إن شاء الله في هذا البحث. انتهى دكتور خلاص؟ نعم. نعم. لا انا طيب بس هل هناك جلسة أخرى؟ لا ما هناك جلسة أخرى. ما في هناك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا تعجبت دكتور سفيان بهذا القدر اكتفى، كنت أتوقع أكثر. شكرا للباحث، أنا أعرفه منذ سنوات، محمد أخونا هو طالب مجتهد جاد واختار هذا الموضوع طبعا موضوع جديد، يعني لا تجد هناك في الكتب القديمة مباحث مباشرة تتكلم في هذا الموضوع، فلذلك طبعا هو التجه إلى القواعد الفقهية بهذا السبب أظن دكتور سفيان مسكه من هذا الجانب. طبعا أثناء عرضك الموضوع قلت أن هكذا فهمت هناك أنت ترى هناك تشابه بين الرضاع وبين إيجار الرحم، أنا كأن المرأة هنا مرضع، هل صحيح هذا؟ نعم. يعني من أي جهة أنت وجدت هذا التشابه؟ أنا أعطيك
يعني لست انا الذي قلت هذا، ولكن تجير ارحام علينا نتحدث عليه اكثر يفهم الاخوه كذلك. فالرحم المؤجر كان اول من افتى به هو الاستاذ عبد المعطي بيوبيا، هو يعني من علماء الازهر يعني استاذ متخصص في الفلسفه. ثم قال بان الرحم المؤجر ذهب اليه شخصان، عقيم زوج عقيم، ثم سأله ثم افتى بذلك واستند ليس على كتب الفقهية فقط، ولكن استند على كلام أو السماع من بعض الأطباء. أستاذ فيه ربما يعلم هذا. المشكلة عندنا تأجير الأرحام، لماذا اختلف فيه الفقهاء؟ من الأسباب التي جعلت الفقهاء يختلفون في هذا والأطباء كذلك، هل الرحم فيه صفات وراثية أو لا؟ فيه مجموعة من الأطباء يقولون بأن يعني الرحم يعني فيه يعني يغذي الولاد بصفة وراثية، والوراثي مثلا الجيني مثلا أو غير ذلك. من قال هذا؟ قالوا بأنه حرام. ما البيومي يقول استند إلى الأطباء، فالرحم عبارة عن وعاء لا يعطي شيئا إلا الغذاء للطفل فقط، فقال استناد على الأطباء هذا يجوز. لكن عندما سألوا لماذا أجزت هذا، أي دليل؟ أنا سأسأل الأستاذ سفيان سأقول أي دليل الذي أجزت به تأجيل الأرحام؟ قال وهو القياس، قيس على ماذا؟ على الرضا. الثدي يغذي، الرحم يغذي، الجامع بينهما وهو التغذية في كل، أو الجامع بينهما وهو المنفعة في كل. لكن أنا لا أوافق على هذا، لأن المنفعة نحن درسنا الأصول الفقه، إن من شرط الوصف الظاهر أن يكون ظاهرا منضبطا، لكن المنفعة غير منضبطة. المنفعة ربما منفعة عند هذا مفسدة عند الآخر، منفعة في الصيف مفسدة في الشتاء. إذا من هنا استدل بيوبي على أن ذلك يجوز قياسا على الرضع مثلا. هكذا أنا فهمت، قلت الرحم لا يعطي شيء، يعني هذه أنا لست أنا الذي أقول هذا، أنا قلت لك بأن من سبب خلاف وهو أن الرحم لا يعطي شيء. من قال بأن الرحم لا يعطي شيئا؟ البيومي وجماعة قالوا الرحم يجوز تأجيره. من قال بأن فيه صفة جغرافية؟ قال يعني إنه يعطي. أنا من قال الرحم لا يعطي شيء، إذا هل هذا يشبه الرضع؟ رضع فيه تغذية. نعم. له هم يتحدثون عن صفة الجغرافية يتحدثون، ولكن أنا قرأت يعني ما كتبته هنا، يقولون مجموعة تقول بأن كذلك أن الرحم يعطي وإن لم يعطي الصفات الوراثية لكنه يؤثر ولديه مكتسبات كذلك. قالوا إن هذا إنسان باحث يعني أخذ الأنثى حامل وربطها مدة من الزمن ما تحركت، ثم عندما أطلقها ولد الجنين يعني أنه مشوها أو غير صحيح. قالوا من هنا على أن الرحم لديه مكتسبات. لكن هو البيوم يقول علاقة البيوم نعم أيوة الدم مثل الحليب نعم في كل دم الرضع في كل الإفرازات في كل تجدد يعني كل يوم نعم إفرازات في كل طيب أنا أنت تفكر هناك مصاهرة بين الولد والمرأة. أوه دخلت في المصاهرة. يعني مشكلة المصاهرة أنا تحدثت معها هنا بشكل مستفيض، و يعني المصاهرة يعني أنا ذكرت هنا كلام الشافعي وكلام الحنفي كذلك. الآن السؤال ما هو بالضبط؟ يعني في الرضاعة طبعا الأمر يستند إلى أساس شرعي. نعم صحيح. يعني يجوز في الشريعة صحيح المرأة ترضع للطفل، لكن في هذه القضية هذا هل يستند إلى أمر مشروع حتى نجعل هناك مصاهرة؟ نعم
انا قلت بان من قالوا مجموعه من العلماء الباحثون من قالوا بان يجوز هذا او لا يجوز بقطع النظر بالعموم قالوا بان فيه يعني الان اذا اردنا نتحدث هذا الموضوع علينا ان نحدد بدايته. هذا المولود من الاب؟ هل من الام؟ لا ندخل هكذا بعجاله، ولكن هذا الولد الذي ولد بهذه الطريقه علينا ان ننظر الى الجهات كلها الاربع، ننظر الى الابوين صاحب الخليه، ننظر الى الزوج كذلك زوج المراه اذا كان لها زوج، ننظر الى الحاضره. اذا هنا يعني الولد، ما نسبه الولد الى الاب والبلوجيين؟ هل هناك من يجوز كمان يعني الزوجة هي المرأة هي متزوجة، نعم، لها زوج، نعم، أثناء الزواج نحن يعني الواحد يضع في المني لواحد آخر، نعم، في رحم المرأة المتزوجة. أنا أستاذ ذكرت هنا يعني لا يجوز، لان انا جئت بالحديث بان الرسول يقول لا يجوز للانسان ان يسقي ماءه وزرع غيره. نعم، لا يجوز. لكن بينون بماذا يقول هذا؟ ابي جو يقول تقطع تحبس، لا يجوز ان يعني ان تصل المراه خلال الحمل الى ان تكتبي الحمل. يقول لا يجوز مباشره بين الزوج وزوجته، وهذا مردود عليه، لأن لا يجوز للرجل أن نقطع الشيء الحلال، إن الرجل عليه الاستمتاع بالزوجة، هذا يعني لا يجوز يعني شرعا. وكذلك يعني رأي لبعض يعني الفقهاء الشيعيين تسخير، يقول يعني تقطع المرأة كذلك. إذا السؤال الأخير، جملة أخيرة، ماذا توصلت به أنت؟ ماذا تقول في الموضوع هذا؟ خلاصة النتائج كتبت ذلك في آخر الصفحات، وقلت بأن من خلال أنا عندما درست الموضوع درسته لا من خلال العودة إلى النصوص لأنها غير موجودة، ولكن من خلال ما لدي من قواعد فقهية ومن قواعد أصولية والنظر إلى المآلات كذلك، ثم النظر إلى مقاصد الشريعة، ولكن بالمجموع نجد ان هناك محاذير وهناك اشياء يعني تجعل المجتمع يعني يقع في فساد، في حرج، في مشاكل. الام صبغت بالامومه، الولد عندما يزداد من ابوه من امه، اختلاط الانساب، هذه الاشكال كلها جعلتني ان احكم بالحرام. خلاص، نعم، شكرا لك دكتور، واشكر كذلك للطالب دفاعه وتمكنه من مادته، والأخ محمد هو صاحب بضاعة فقهية ولغوية جيدة جدا، وكانت ربما ستكون هذه الرسالة موسوعة لولا بجهود الأخ دكتور عبد الصمد وبعض النصائح التي وجهناه إليها بأن يقتصر أو أن يحاول أن يركز بحثه في الإشكالية الموجودة، لأن مهمة البحث هو أن يحدد الإشكالية ويسلط الضوء على الإشكالية، فأشكر له هذا الجهد، ونستأذنكم لبعض الوقت من أجل التداول وإصدار الحكم.